دلوقتي معادنا مع الفنان اللي بيحيي باسمنا كلنا الفداء العربي، مع الفنان عبد الحليم حافظ. غنوة عن الفدائيين. الفدائيين اللي بيخوضوا أشرف معركة من أجل تحرير فلسطين. يمكن ناس تقول طب يعني احنا ليه بنعمل حفلات؟ احنا بنعمل حفلات علشان الناس اللي بيحاربوا في قلب الجبهة في الجبال وبين موقعهم وبين المدافع يحسوا انه في قلب عواصم البلاد العربية في شعوب بتشاركهم وتساهم بقدر قليل جدا من مساعدتهم في استمرار كفاحهم ان شاء الله الى ان يأتي يوم النصر. الغنوة كتب كلمتها الأستاذ محمد حمزة ولحنها الأستاذ بليغ حمدي، وزع موسيقاها ويقودها الأستاذ علي إسماعيل، وتعزفها معنا الفرقة الماسي. Thank you.
اهدي العروبة دمائي واموت اعيش، ما يهمنيش اموت اعيش، ما يهمنيش وكفاية اشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة. المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني، وسط المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني، جوه المواقع بين المدافع، جوه المواقع بين المدافع، وسط القنابل انسف اقاتل، وسط القنابل انسف اقاتل، وسط القنابل انسف اقاتل، واموت اعيش ما يهمنيش، اموت اعيش ما يهمنيش، وكفاية اشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي فدائي 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 علشان بلدي تعيش، لو مت يا أمي ما تبكيش، راح أموت علشان بلدي تعيش، افرح يا أمي وزفيني وفي يوم النصر افتكريني، افرح يا أمي وزفيني وفي يوم النصر افتكريني، وإن طالت ياما السنين خلي إخواتي الصغيرين، وإن طالت ياما السنين خلي إخواتي الصغيرين، يكونوا زيي يكونوا زيي يكونوا زيي زيي فدائي. علشان بلدي تعيش، لو مت يا أمي ما تبكيش، راح أموت علشان بلدي تعيش، افرح يا أما وزفيني وفي يوم النصر افتكريني، افرح يا أما وزفيني
في يوم النصر تكريني وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائيين فدائيين يلا جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل أنسك أقاتل وسط القنابل أنسك أقاتل وسط القنابل أنسك أقاتل وأموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة